الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا حول حديث الامامه وهو الحديث الذي رواه الكليني عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام حول موضوع الامام والامامه. في مقطع اخر من هذا الحديث الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول: "الامام كالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم" وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي والابصار الامام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار النور هو الشيء الظاهر بنفسه المظهر لغيره. النور لا يحتاج الى منور، هو نور، هو ظاهر بنفسه. ونحن نرى الاشياء بواسطة النور. لذلك في الظلام الحالك لا نرى الاشياء لعدم وجود النور، الاشياء لم تتغير. عيننا لم تتغير، وانما وسيلة رؤية الأشياء كان النور هذا النور إن عدم إذا أخرج يده لم يكد يراها فالنور وسيلة لرؤية الأشياء الآن العلم الحديث أثبت أن النور يصطدم بالأجسام فيرجع فالعين تلتقط هذه أمواج الضوئية أو الجزيئات الضوئية المعبر عنها بالفوتونات فالعين تلتقط هذه الأمواج الضوئية وعبر شبكة الأعصاب تنقلها بشكل أمواج إلى الدماغ فالدماغ يرى الأشياء وقد بحثنا في كتاب التوحيد في بحث استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى الله ليس بجسم ولا معنى لان نقول ان الضوء يصطدم بالله ثم يرجع الينا والعياذ بالله وانما رؤيه الله رؤيه قلبيه بمعنى العلم به انت ترى ايات الله سبحانه وتعالى فتطمئن بوجوده سبحانه وتعالى فهذه الرؤيه التي يراد من رؤية الله بالمعنى المجازي يعني العلم بوجود الله سبحانه وتعالى. على كل حال فالنور هو الشيء الظاهر بنفسه المظهر لغيره. ولذا كان النور هو الخير والبركة. ولاجل ذلك شُبهت الهداية بالنور. وايضا الله سبحانه وتعالى في القران يقول الله نور السماوات والارض باي معنى؟ بمعنى ان الله سبحانه وتعالى هو الظاهر بنفسه لا يحتاج الى دليل لاثباته لشده وضوحه وايضا اوجد الموجودات كل الموجودات انما اوجدها الله سبحانه وتعالى فلذا قال الله نور السماوات والارض وكذلك الانبياء شبهوا بالنور لماذا لانهم وسيله للهدايه هم مهتدون ويهدون غيرهم الى الحق الكتب السماويه هي نور لماذا شبهت بالنور لانها هي كتب هدايه وتهدي الغير الله سبحانه وتعالى يقول: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. في آية اخرى يقول: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، الكتاب او الامام. فإذا حيث ان النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، تم تشبيه الامام في هذا المقطع من كلام الامام الرضا عليه الصلاه والسلام بالنور وفي مختلف الحالات يعني انت تحتاج الى النور في مختلف الحالات في النهار النور يكون عبر الشمس فشبه الامام بالشمس المضيئه وحتى في زمان الغيبه الان الامام غائب لكن هذا كالشمس من خلف السحاب في اليوم ال الذي هناك غيم انت لا ترى الشمس لكن عدم رؤيتك للشمس ليس بمعنى عدم الانتفاع بتلك الشمس نور الشمس يخترق السحب ويصل الى الارض صحيح الدنيا مغيمه لكن النور موجود حراره الشمس موجوده فائدة الشمس موجودة لكن لا تراها. نعم بعض الفوائد أيضا افتقدناها بسبب وجود السحاب. الإمام في زمان الغيبة جميع الأمور التشريعية والتكوينية المرتبطة به وجميع فوائده التكوينية والتشريعية موجودة. لكن نحن لا نراه فنعرفه، لا، لكن فوائده موجودة. زين تشبيه الامام بالنور بالشمس حالة أخرى في الليالي في الليالي لا توجد الشمس لكن في الليالي المقمرة نور القمر موجود في ليلة الرابع عشرة حينما القمر يكون بدرا يعني كاملا مية بالمية الجانب المضيء من القمر يكون على طرف الأرض فنرى القمر مئة في المئة. زين هذا النور يستفيد منه الانسان في الليالي المقمرة. زين في اوقات هي ليالي لكنها ليست مقمرة توجد نجوم الناس يهتدون بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون الذين هم في البحار كيف يهتدون الى الطريق؟ عن طريق النجوم. يعرفون مواقع النجوم فيشخصون الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب الجهه اللي يردوها يشخصوها عبر النجوم. او الشخص الذي في الصحراء التي لا توجد فيها علامات يعني مره في صحراء فيها جبال تلال الوان مختلفه زين هؤلاء الذين يعرفون هذه العلامات يسيرون في الطريق عبر معرفتهم لتلك العلامات. لكن إذا صحراء قاحله لا يوجد فيها أي علامة لا من تلة ولا من جبل ولا من شجر ولا من شيء آخر خاصة في المناطق الرملية. كيف يهتدون إلى الطريق؟ عبر النجوم. زين وقت لا يوجد فيه شمس ولا يوجد فيه قمر. ولا توجد فيه نجوم يكون الاهتداء بالنار التي يصنعها البشر احيانا في الموانئ يضعون مناره كبيره وعلى راس هذه المناره سابقا كانوا يضعون النار لذا هذا المثل معروف اشهر من نار على منار الان في العصر الحاضر اضويه قويه بروجكتورات قويه جدا حتى السفن من بعيد تهتدي الى الطريق اذا ماكو نجم، ماكو ضياء النهار، ماكو نور القمر عبر هذا السراج الذي اوقد يكتشفون الطريق فانت تحتاج الى الامام في كل حالاتك كما تحتاج الى النور في كل حالاتك نعم صور النور قد تختلف، منشأ النور قد يختلف، قد يكون الشمس، قد يكون القمر، قد يكون النجم، قد يكون النار، لكن تبقى حاجتك إلى النور في جميع الأحوال، كذلك حاجة الإنسان إلى الإمام في جميع الأحوال، الجانب التكويني الله سبحانه وتعالى ربط أمور الكون بالإمام، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا الجانب الغيبي التكويني، في الجانب التشريعي كذلك، أنت تريد توصل إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لازم تسير عن طريق الإمام عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه واله قال: "أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها" كما ان الله سبحانه وتعالى لا يقبل عباده انسان الا اذا اعتقد برسول الله محمد صلى الله عليه واله وامن به واخذ العباده منه مو بكيفه تصلي بالطريقه التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله عن الله سبحانه وتعالى. اذا واحد يصلي بدون اعتقاد وايمان بالنبي محمد صلاته باطله يحبط عمله. لأن الله يعبد من حيث يريد لا من حيث يريد الناس كما بينا تفصيله فيما مضى كذلك الله سبحانه وتعالى يريد ان يعبد عن طريق الاعتقاد بالأئمة والأخذ منهم تعتقد بالرسول وتأخذ منه تعتقد بالإمام وتأخذ منه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية حديث متفق عليه وفي رواية أخرى من مات وليس في عنقه بيع لإمام مات ميتة جاهلية فإذا في جميع حالاتك تحتاج إلى الإمام الجميع يحتاجون إلى الإمام في جميع حالاتهم بل الدين الذي ليس فيه إمام هذا الدين ناقص الله سبحانه وتعالى في وقعة الغدير أنزل هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لأنه بالإمامة كمل الدين الدين أساسه التوحيد فيستمر الدين بالنبوة القرآن الأحكام ويكمل بالامام لذا بدون الامام الدين ليس بكامل وهذا ليس بمقبول لانه ليس هو الاسلام الذي انزله الله سبحانه وتعالى على الناس مثل الان النصارى واليهود ليس كل ما في ايديهم هو باطل فيه شيء من الحق الذي نزل على موسى والذي نزل على عيسى لكن هذا المقدار لا يكفي لازم انت كل الدين يكون على الطريقه التي يريدها الله سبحانه وتعالى هذا الشيء اللي الان بيدك فيه شيء من الحق لكن هذا لا يكفي لازم يكون هو الحق الكامل والحق الكامل هو الذي انزله الله على موسى ومنه الايمان بعيسى فاليهود الذين لا يؤمنون بعيسى هذا دينهم ليس مقبولا لله سبحانه وتعالى والذي نزل على عيسى إذا أنت تعتقد بأن الله يقبل منك ولكن مما نزل على عيسى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فإذا آمنت بما أنزله الله سبحانه وتعالى على موسى على عيسى ومنه كان التصديق بمحمد صلى الله عليه واله واخذت من محمد صلى الله عليه واله ما انزله الله عليه سواء كان نسخ لبعض الشرائع السابقه او اقرار لما في الشرائع السابقه لان بعض ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه واله كان نسخا لما مضى من الشرائع وبعضه تاكيدا على ما نزل في الشرائع السابقة إذا إذا أخذت من محمد صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى يرضى عنك وما هو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله الإسلام كاملا الإسلام الناقص الله ما يقبله لازم يكون الإسلام كامل وكمال الإسلام وكمل الإسلام بالإمامه فإذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هنا يقول الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم التي جللت يعني عم نورها، عممت نورها. الشمس نورها يعم العالم. زين واحد يستفيد من هذا النور، واحد ما يستفيد من هذا النور. يعني واحد يدخل في غرفة مظلمة يغلق الابواب والنوافذ ويبقى في هذه الغرفه لا يستفيد من نور الشمس هذا المشكله مو في الشمس المشكله فيه الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله رحمه للعالمين ابو جهل منع نفسه من هذه الرحمه ابو لهب منع نفسه من هذه الرحمه بعد هذه ليست المشكله في رسول الله صلى الله عليه واله هاي المشكله في ابي جهل في أبو لهب في أبي لهب لذا الله عز وجل يخاطب الرسول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذا هو ما آمن المشكلة فيه أنت أديت وظيفتك وظيفتك أنه أنت تجيب الهداية إلى باب بيته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله لم يجبر احدا على الايمان او على الكفر. وهديناه النجدين. الله هيئ مقدمات الهدايه، الطاعة عقل، الطاعة فطرة، وأرسل الرسل، كلام الرسل مطابق للعقل وللفطرة. حس إذا هو بشهواته بقوته الغضبية، بغضبه ب... مصالح لم يؤمن فالمشكلة فيه ليست المشكلة في الله سبحانه وتعالى ولا في رسوله وكذلك بالنسبة إلى الإمام الله سبحانه وتعالى عين الإمام والرسول بلغ لكن إذا الناس لم يتبعوا الإمام بعد هاي مو مسؤولية الرسول ولا مسؤولية الإمام الإمام يؤدي ما عليه إذا الناس اتبعوه ففيه سعادتهم وإذا خذلوه ففيه شقاؤهم الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار هذه نقطة ونقطة دقيقة يبينها الإمام عليه الصلاة والسلام هاي الشمس نفعها عام للجميع لكن هل تتمكن من أن تملأ عينك من الشمس إذا واحد خمس دقائق نظر إلى الشمس في الظهر يصاب بالعمى العين لا تتحمل النظر المباشرة إلى عين الشمس هل تتمكن من أن تنال الشمس بيدك؟ أنت تستفيد من نور الشمس لكن تتمكن من أن تنالها بيدك؟ كلا هي في الأفق لا تصلها يد، حتى الانسان بهذه الوسائل الحديثة لا يتمكن من ان يسافر الى الشمس، لان حرارتها تذيب كل شيء. زين، الامام نفعه عام للجميع. والجميع يتمكن من ان يطلع عليه. لكن هل يمكننا ان نصل الى حقيقة وكنه الامام، درجته، منزلته؟ لا. كما اننا لا نتمكن من ان ننال الشمس بايدينا وبعيوننا كذلك عقولنا لا يمكنها ان تدرك حقيقه الامام كما لا يمكنها ان تدرك حقيقه الرسول لان هذه حقائق اعلى مستوى من ادراكنا ومن عقولنا نعلم بانه امام، نعلم بانه رسول الادله قامت على ذلك، الذين كانوا معاصرين للانبياء راوا معاجزهم علموا بنبوتهم لكن هل ادركوا منزلتهم لدى الله سبحانه وتعالى؟ حقيقتهم؟ كلا. هذا تشبيه الامام بالشمس، هذه حاله في النهار الشمس موجوده. زين، بالليل الشمس ما موجوده. لكن النور موجود تستفيد من النور. الامام البدر المنير البدر هو القمر في ليله كماله وتمامه لان القمر الى حالات مختلفه جزء من القمر مضيء وجزء من القمر مظلم في المحاق يعني في ليله 29 مثلا الجزء المظلم من القمر يكون بطرف الارض لذا لا نرى القمر وفي ليلة البدر يعني ليلة 14 جميع الجزء المضيء من القمر يكون بطرف الأرض وفيما بين المحاق والبدر يختلف يعني ليلة أول الشهر تشوفه كهلال مثلا واحد بالمية 5% بالمية خمسة بالمية من الجزء المضيء من القمر يكون بطرف الأرض وكلما اقترب إلى نصف الشهر يزداد الجزء المضيء من القمر الذي هو بطرف الارض، بعد ليلة 14 شوية شوية الجزء المضيء يقل إلى أن يوصل إلى الليالي الأخيرة فيكون القمر كالهلال، مو الهلال في أول الشهر؟ في أواخر الشهر تشوفه مثل الهلال، ثم بعد ذلك يدخل في المحاق الجزء المظلم من القمر يكون بطرف الارض فلا تراه. زين في الليالي المقبره النور القمر موجود الانسان يستفيد من هذا النور الامام البدر المنير زين احيانا لا شمس موجوده ولا قمر هناك يكون ضياء او نور بسبب النار سراج انت تولع هذا السراج فتتمكن من ان ترى طريقك، لذا تم تشبيه الامام ايضا بالسراج، والسراج الزاهر يعني الذي يزهر نوره، والنور الساطع، الساطع يعني العالي، النور العالي يسمى ساطع، ليش؟ لان النور اذا على الارض هناك حواجز تمنع من انتشار هذا النور، لكن النور عندما يكون فوق يسطع فينتشر، انتشاره يكون لكل مكان إذا عادة الأضوية توضع فوق حتى ينتشر نورها والنور الساطع زين أحيانا لا شمس موجودة لا قمر موجود لا إضاءة بشرية موجودة بالنار توجد نجوم والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. في غياهب الدجا الغيهب يعني الظلمة الشديدة وشدة السواد. الدجا أيضا ظلمة الليل فإضافة الغياهب إلى الدجا إضافة بيانية. يعني غياهب هي الدجا. النجم يهدي وعلامات وبالنجم هم يهتدون. متى وأجواز البلدان والقفار البلدان كما يقول الراغب في المفردات جمع بلد ومن معاني البلد الصحراء لماذا سميت الصحراء بلدا؟ لأنها موطن الوحوش الحيوانات البرية الوحشية موطنها الصحاري الأجواز جمع جوز يعني وسط الانسان الذي هو في وسط الصحراء التي توجد فيها حيوانات كذا يهتدي بالنجوم، وكذلك القفار، القفار الصحاري القفره التي حتى لا توجد فيها حيوانات لانها خاليه من النبات، اكو بعض الصحاري هذه لا يوجد فيها نبات، وبالنتيجه لا يوجد فيها حيوان، لان عاده الحيوانات تكون اين؟ في الاماكن التي يوجد فيها نبات عاده. زين. انت تهتدي بالنجوم عندما تمر بهذه الصحاري. وكذلك ولجج البحار. اللجه المكان الذي يجتمع فيه معظم الماء، ماء البحر او غير البحر يسمى لجه. في قضيه سليمان وبلقيس الايه الشريفه تقول: وحسبته لجه وكشفت عن ساقيها، يعني تصورت ان الماء عميق. زين السواحل المياه ليست عميقه، مياه ضحله. واحد لما في الساحل يتمكن من تشخيص مكان تواجده لانه ينظر الى الساحل، يتمكن عبر معرفه اماكن الساحل يشخص مكان وجوده. لكن حينما ينتقل الى وسط البحر حينما المياه العميقه تكون هناك كيف يهتدي؟ لا قمر موجود لا شمس موجود بالنجوم يهتدي الغرض شنو هو من هذه التشبيهات المختلفه بالانوار المختلفه؟ الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول نحن الناس انتم الناس تحتاجون الى الامام في جميع حالاتكم. لا تقول بعد أني ما أحتاج إلى الإمام، أنا عندي عقل. العقل لوحده لا يكفي، العقل يحتاج إلى علم. الناس الآن تشوفها في القضايا المادية إذا نذكر، الناس الأُمي والإنسان والناس الذي والإنسان الذي هو ليس بأُمي إلى شهادة عليا. قد يكون عقولهما تكون عقولهما متساوية. ولكن الإنسان الذي صاحب شهادة عليا علم عنده. وبعلمه يتقدم على ذلك الإنسان الأمي. الناس عندهم عقول، عندهم عقول، لكن العقل بدون علم نفعه قليل أو لا ينفع. لذا يحتاج أن يشفع العقل بالعلم. اذا انت لا تقول انا عندي عقل لا احتاج الى رسول ولا احتاج الى امام ولا احتاج الى نبي انا بعقلي اتوصل الى النتائج واعمل لا انت عندك عقل عقلك وسيله تحتاج الى علم هذا العلم قسم منه مرتبط بالامور الطبيعيه الله سبحانه وتعالى اوكلها الى الانسان انت روح حقق روح جرب روح ادرس اتوصل الى العلوم الطبيعية وتوجد علوم ترتبط بالامور الغيبية ترتبط بوجود الله سبحانه وتعالى ترتبط بالعبادة هذه العلوم لا يمكن للانسان ان يصلها بالتجربة بل هو بحاجة الى تعليم من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عبر الأنبياء ومن بعد الأنبياء الأوصياء. فاقترن العقل بالعلم، لذا دائما أنت تحتاج إلى إمام. وأيضا الله سبحانه وتعالى جعل قبول أعمالك عبر عقيدتك السالمه الصحيحه. عقيدتك الصحيحه إنما تكون بإعتقادك بالرسول ومن بعد الرسول بالأئمه عليه وعليهم الصلاة والسلام. وبالأخذ منهم لازم تاخذ منهم وبعدم مخالفتهم لازم لا تخالفهم نعم انت عندك مساحه في الامور الطبيعيه الاجتماعيه وما الى ذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الامور اوكل الامر الى الانسان بين الخطوط العامه والعريضه هسه انت مثلا تحتاج الى النجاره تحتاج الى الحداده هاي بالتجربه بالعلم انت روح الله سبحانه وتعالى لم يجعل طريقا غيبيا لذلك طريق طبيعي جعل لكن الامور المرتبطه بالدين المرتبطه بالغيب المرتبطه بالاخره المرتبطه بالسعاده الاخرويه والدنيويه هذه يجب ان تاخذها عن الله سبحانه وتعالى وعن الطريق الذي عينه والطريق منحصر في الانبياء ومن بعدهم الاوصياء فكل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى من الكتب المنزله، من الرسل، من الاوصياء، كل ذلك نور في جميع الحالات انت ونحن نحتاج اليهم، هذا مقطع من هذا الحديث الشريف، ان شاء الله نواصل الكلام في هذا الحديث الشريف وسائر مقاطعه في حلقات قادمه، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين